كيف ما كتعرفوا اليوم شبيبة الاتحادية بإقليمي دلت بدرت أنها تنظم قافلة طبية على مستوى إقليمي دلت لكتهم بعض الجماعات الترابية على مستوى إقليمي دلت كقيادة إتزر، قيادة زيدة، قيادة أغبالو وغيرها. الحمد لله ارتئينا أن هذه المبادرة تغطي تقريبا جميع المواطنين والمواطنات. حاولنا أننا نغطي ما يزيد على 1500 مواطن ومواطنة اللي غادي يتم التشخيص ديالهم من طرف الأطباء. كيف ما كتعرفوا شبيبة الاتحادية الإقليمية حاولت أنها تغطي المواطنين اللي هما في أمس الحاجة للأطباء كطب ديال التوليد والنساء، وكذلك الطب ديال المعدة، وكذلك الطب ديال الأطفال، وأخيرا الطب العام. دونك الحمد لله احنا كمنتخبين او لا كمسؤولين في هذه الشبيبة الاتحادية ارتأينا ان هذه القافلة تنظم في احسن الاجواء، مع العلم ان الحمد لله كاين الطقس شوية صعيب، مي الحمد لله الامور دازت في احسن ما يرام. والحمد لله هذه المبادرة هذه جات من بعد المبادرة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي عطى التعليمات ديالو السامية باش ان السلطات انها تواجه موجة البرد وانها تعاون الساكنة اللي محتاجة واللي متضررة من هذه الموجة هذه. دوك كيف ما كتعرفوا بان الحمد لله ديما الشبيبة الاتحادية خصوصا باقليم دال سبق لهذه المبادرات هادو كل ما يتعلق في كل ما يتعلق ما هو اجتماعي. الحمد لله هذه القافله هذه الطبيات دارت بتضافر الجهود ديال السلطات المحليه على مستوى اقليمي دلت بما فيهم السيد العامل وكذلك السيد قياده اتزر. كنشكرهم بزاف على هذه المجهودات الجباره اللي خداو، وكذلك الدرك الملكي، قياده الدرك الملكي على مستوى اقليمي دلت، وكذلك القوات المساعده. وشكرا. عرفتي داك من الشبابيه الاتحاديه، حنا كنتواجدوا اليوم باقليم ميدلت إتزر لفائده في اطار مبادره في اطار قافله طبيه اللي كتستهدف سكان ميدلت اللي جات من بعد المبادره الملكيه بعد الموجة البرد اللي كتستهدف سكان الجبال. دكتور علي كرابشو، طبيب اختصاص طبيب داخلي، جينا من الرباط من السبيطار ديال مولاي يوسف، وكاين عاوتاني اطباء اخرين معنا، كاين اطباء اختصاصيين، اطباء ديال القلب، كاين اطباء ديال النساء والولاده، كاين كذلك معنا واحد طبيب جراح اختصاصي مقيم، وكاين عاوتاني الناس اللي جاو من ميدلت حتى هما كيعاونونا، كاين متطوعين عاوتاني واحدين اخرين من الممرضين ومن فروع اخرى حتى هما كيجيو يعاونونا. وبالنسبة للأدوية عندنا مختلف الأدوية بالنسبة لجميع المرضى، عندنا أكثر من 3600 دواء، يعني الأغلبية ديال المرضى اللي كيجيو كيلقاو الدواء الحمد لله. عندنا كذلك إيكوغرافي، يعني الفحص بالصدى كيديروه هنايا سيغتو الأطباء ديال الولادة وديال النساء. بالنسبة للدواء عندنا الأغلبية ديال الحالات اللي كيجيونا كنعطيوهم سيغتو الأمراض ديال القلب، الناس اللي متبعين على السكر، الناس اللي متبعين على التونسيون. الحمد لله جبنا واحد ستوك اللي شويه كبير، يعني كنقدروا اننا نوفيو احتياجات ديال المرضى. كاين كذلك الناس اللي كيجيو على ود نزلات ديال البرد، راكم عارفين في هذه المرحله هذه الحاله شويه صعيبه، دونك جايبين معنا لي زونتيبيوتيك الحمد لله، راه اي حاجه كنبغيوها كنلقاوها. كذلك عندنا الادويه بالنسبه للامراض ديال المفاصل وديال العضلات حتى هما موجودين. عندنا لي زونتي انفلاماتوار ستيرويديان او المضادات، المهم عندنا المضادات الحيويه لي زونتي بيوتيك. كما قلت لكم عندنا اكثر من 3600 دواء، يعني الحمد لله مكفين الحاجات ديالنا مع المرضى، ودابا تقريبا نكونوا دوزنا واحد اكثر من 300 مريض بحال هكا، والحمد لله كلشي داير. Thank you.